السلام لي زامي، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير. وانتم كتشوفوا فيديو ديال اليوم، اليوم غادي ندير لكم تشالنج ديال التاكوس، ولكن هذه المره شنو مختلف حق هذا التشالنج كنا درنا هذاك العام انا وفاتي وسلمى في شي الله كنا بادين في يوتيوب، ودابا غادي نعاودوا انا وسلمى حتى ما كتحداني. اليوم غادي نديروا تشالنج ديال التاكوس، ولكن هذه المره ما غاديش ماشي على الفلوس. هذه المره اللي خسرات غادي دير واحد العقوبه، اللي هي اللي غادي تخسر دير مكياج ديال المستر غتخرج به للزنقه. غنشوفوا دابا شكون اللي غدير مكياج ديال المستر واش غدير. شوفي دابا والله ما نعقل عليك، فين مرة الباكوس صافي الفريج خلصت. بغيت نديرو جوج كرواسون، راك تدربي عليا نشوف الباكوس هذا كما جبدناه. هذا هي هذيك باش ما ديرهمليش. اه شحال واش دابا بلاتي حيلي يدك اولا بلاتي فاتي. هاهي معانا فاتي مركبة عليك. واحد علاش باش نتاكلو الفريج؟ اي كون انتي الفريج عطاوني انا. يلا واحد جوج انا الدوغ من الويب باغي نضغها مزيان ونجبننها. انا والله تربح ما بقاش نربحتك. انا الاولى درتها وانت سالت على المره الجايه غنديرها معاك، نبدا معاك نديرها سير بركه من الطنز. احنا
في الفيديو غادي نشوفه بالثواني. والله سربحتك انا ربحت. والله سربحتك مابقاش حاجه واحد انا ربحت. دابا عشان المرض الشطر الدواء دير لنا حاجه صافي اختي ماشي مشكله انا ندير دارك ربحتك وي واخا تقولي ماشي مشكله واخا تقولي مشكل ربحتك دابا بغي مالي واخا تعصب حيت ربحتك حيت خاص تعرف التشالنج راه معاود انا اللي ربحتك قبلكم التشالنج عاودنا حيت المره الاخرى سالينا قد قد بحال هكا وضاربنا مزيان صافي درت انا ندير الماكياج جبت داك المجسم تناسق لي داك الشيء علاش ما عندناش حيت صورنا كل حاجه في النهار وما جاش مزيان غير ما كتسني عطون ناكل فريش ولي انا عرفت درت واحد تبسيط لي الجلبان القوق جبني اوبس بس انا صرت سيرت للدار يلا نبدا ندير لي الماكياج الميك اب ارتيست ديالي نوضا فاش ارى داك الماكياج بريم كامل عند خاله ندير ولا لا الا الماكياج ما سمحتكش تهضري عليه السمعه ديالي هذيك الشرف ديالي هو الماكياج ما حسيتش زعما ديالي واش من دابا الى ماينر راه غندير شتي حنا شنتي انت مدير فراكو فيزرق موف عندك داك الموف داك البغيه شتي اجي داك الموف اللي كنت تستعمليه هي هذاك غادي نديرو غير حيت كنت غنقلب على الصويره الا ارضك الماكياج ديالك عرفتي جايه تماكياج عرفتي غادي تعصبي انت اللي غدير علينا ربح وقاش كنتي راه ممكن تجي واحد الانسان غادي تعصبيني انا باغا ننتقم انا باغا ننتقم وانا اللي غنتقم في رقم ننتقم انا غادي انا داير لك وكنا كل ورد انا خاور باغا حيتاش خاور انت عصبتي لحد انت ما رضيتيش ولكن خاور حيت عارفه غير لا ماشي غادي نرضى زعما غديري فيا ما بغيتي غترجعي لي مونيتا لا انا ما بغيتش نمشي هي ارتاح لا انت وحده ما غدير ما بغيتش انا اول حاجه غادي نبداو بهذيك لا تلقى لا 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 حبيبه لا هذيك والله غادي نديرها مع راه درنا سالو غادي نديرها كيفاش كنحس لا ما كاينش بركه خاصك تكون واحد الانسان شجاع انا دابا واش مني انت كفاتي ويلي لا ما عادي والله ما درتيها هكا والله تبارك الله والله تبارك الفيديو وداك اللي انا الحجبان ما زال وكنت جمالي واطلق خلي بالك اي لاينر غمض عينيك باش ندير لك مزيان حيت انت سر انا ندير لها هذا غمض عينيك غمض عينيك ما غديريش ليا في وجهها انا جيتك من انا غش عكره ليا غتختاري هنا يا هنا وهنا وهنا انا قلت لكم انا هادي درت ليا بزاف دابا بصح كندوي وبلا بصح انت بقيتي على الصحه اللي ما بقيتي على مرضى انا كنت بلاش شي انت اش دخلك في هذا الشيء دخلك في هذا الشيء انا هي كيما ديالها هادي ما بغيتش بحال شي نكعي طبقي خندير لك الايلاينر خلاه خلاه بركه بركه دري لهنا ويلي عندك الدوار عشان نكونوا شويه دروا لي اكثر من هكا دروا لي هنا وهنا وهنا والله ما نخرج اخذ راحتك والله ما نخرج الزنقه صافي خير الثقه سالي ونتفاهم على الزنقه خلينا ندير لك ايلانا شويه انت غنضرب اه كنتي غتخشي لي ايلانا في عيني حتى غندير لك وقر غير ما كنضحكوش ناري صرعت ولك هادي حاجه اخرى ما قبلتليش صافي سير العيله غنبقى ما قبلتليش لا لا باسله باسله بعدو بنتي ما قبلتليش ما بنتي ما قبلتليش صافي كتبي برك عليها شتي وها شافوني في اليوتيوب بحال هكا ما كاينش لغه الزازا لا فاتي ما تعيقاش ليا باسله نجيب ايلاينر نجيب ناري طلعت لك ايلاينر واو ما عرفتش ناري انا ماشي خطيره واو انا ندير لك عكر زوين ما عنديش لك العكر بحال صافي اويلي 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 لا 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 ما ديرش ليا هذا شنو هي هذيك خير ولا خريبه تندرت عليا عقلتها درت عليها كبيره خليها ندير لك وحده ندير لك كاشب شاركي بقى لك النص ديال فمك النص ديال فمك ميريتو ولا مداش نعكر لي بطريقه ديك النهار فرقه غتبيع كرقلونا ما لقيتي حتى شي حاجه ما تقولش ليا مداش مشرب انت عندك وجه قابل للتشرب انا بيبي فيس لا العكر ما درتوش فيها لا عرفتي العكر شنو غادي هي عرفت انت اخطيت هنا بحالك
شعر قلت الله اكبر والله ما بقات شي وحده فيكم غادي تقاس لي وجهي صافي سالي لا لا عيط عرفتي الموقف كيفاش حيت دابا شرمن عليكم عيقت والله شي حاجه ما درناهاش لك اه اجي تسمسر لي هادشي اللي حاجه ما درنا سبق كنت يا عبد الله محروقه كلشي غادي مني انا ضروري واحد الحاجه لا قلت حفت بلا والاذى صافي غير شي حاجه حفت بلا والاذى لا ما بغيتش الزنقه بعدا باش تشوها خاصني نفكر خليونا واحد 5 دقائق نفكر واش غنعمل اوي الا غنهبط بحال هكا مهم ما كانش اختي ما بقيتش لها لي زامي دابا غادي نهبط للزنقه فهادشي كتعرفي فاش تشاركي كون بغيناك شي حاجه ديال المعقول اه قلت لنا لا اش درت انتوما انا بموتها وحنا ماشي متقربين منك حنا يبعد عليك حقه حقه كون واحد الموضوع بس اللي كيبقاو يقولوا لنا اه عطوني فاتي شويه وقت علاش نتوما منعزلين فاتي ما عندناش وقت كيفاش فاتي كنقمعوها وما كنحملوهاش اصلا احنا فاتي زايده على الجماعه اصلا هي كتبكي شفتوها سمعها كتبكي هادشي الخوت هادشي اللي كاين ما كنبقاش تخبى هادشي اللي كاين كنبقاو نكذبوا عليكم وانا كنخوني شوف دابا والله كندوي بصح راه فاتي ماشي بعيده علينا حنا فاتي بعيده عليكم نتوما بعيده على الكاميرا راه حيت ما كتبغيش تخشي وجهها في الكاميرا كتبان لكم بعيده علينا حنا ولكن هي راه بعيده شويه بعيده فاتي وكنهضروا ولكن كنبرق عليك شي هضرت فيه فاتي بعض المرات ما كتكونش راسقه ليها راسقه ليها بعدا ما كتكونش راسقه ليها باش وكيما كتعرفوا نتوما كاملين باللي فاتي ماشي انتريسي بزاف بيوتيوب وهذا الشيء كتبغي لا ديما كاين ماشي ديال هاد الهضره اي فوالا شكون هذا اللي نقولهم تشرايح تشرايح تبعوا الحجر ناري شكون اللي تبعوا الحجر غيضحكوا عليا نمشيو يا رب شنو هو انا بغيت ديني بغيت ندير على الحاله اللي حدا مدرستنا اللي كنا كنقراو فيها بغيت تشوهني مع مالك كيف السرب هذا من نتاين المهم لي زامي ديالنا دابا غادي نهبطوا يلا نوطي نوطي يلا نوطي عند صاحبتي تشوهوك في الزنقه شويه والله ياخذ فيكم الحق داكش معايا في الطريق دراسك ما كتعرفينيش كيفاش ديرك حيت كنصطي باغا ضربي درت شي اونتي السال كحالتي كحالتي عن كحاله مزيان انا كنت باغا ندير خفتك ما تجي اجي مثل شي سيناريو في الزنق اه شوفي خولا علاش ما غديت ما بداش هرب وانت تابعاه وقول لهم صطي اجي نلعبوا اللعبه زوين كتصوب شعرها صرا واحد القصه بلاش باش يعاودي لهم معانا واحد الحصه المراه كانت كتسكن في دربنا مسكينه انتحرات الله يرحمها راه صطيه شويه المهم كانت كتجي للصالون اللي في دربنا خوله شنو كنت تطي كل شخص كل ديك القصه كانت كتجي للصالون كتصوب شعرها وكدير ماكياج وكلشي وكتجي معاها قفطان الساك كتلبسها وكتخرج الساقه كتبدا تشاري اللي كديرها اه كاينه مسكينه واحد وعرفتي وانت كبيره باخرتنا حنا الاخر تلاحت مصطح هبطنا للزنقة وأجي دابا نخرجو للزنقة برا فين غتمشي؟ لا لا حيت يدك على وجهك أخرج تشد لي حيت يدك على وجهك مالك يا هذا خلاص علي صويب شباب بنتي وين أجاك زين صويب ترسين شي حيت يدك ما كوني شجاعة لا ما غتطلعوش دابا صافي دابا دابا لا والله ما لقينا شي واحد أنت بلاش شو هذا دربنا مشوهتوني دربكم خاوي ماشي شي واحد عطيتي ساعه واحد مشى شنو حنايا ديري بحال هكا وخرجي ديري في الناس بحال هكا اه كنت غادي تقول ديري بحال هكا واش غادي غدير بحال هكا غتخرج عينه وغدير اه وراك غدير فاش ولا كيغدير ولا فاش الله يسهل عليك ما شديتش اللحظه مرضيتش انا اصلا مرضيتش هادشي غادي لا ترضى ولا ما ترضى انا اصلا مرضيتش بسلامه سلامه باش سلامه لزامي كنبغيكم بزاف شفتي اخر مره تشوفوني في هذه الحاله كنوعدكم واش شفتي زوينه شفتي داك الموف كيفاش جاك معاك شكناض شي جيم ودونا ابوني دخلوا على الانستغرام الرجوله